للمزيد حول الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع البرهان لحل الأزمة في السودان، ينضم إلينا عبر سكايب من باريس الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني الدكتور محمد تورشين. دكتور محمد، بداية مرحبا بك، كيف تنظر إلى الاتفاق وما جاء فيه؟ التحية لك ولكل السادة المشاهدين الكرام. فيما يتعلق بهذا الاتفاق، شكل صدمة للكثير من الشرائح وقطاعات واسعة من الشعب السوداني، باعتبار حتى يوم أمس القريب كان الكثير من الثائرين والثائرات يحملون صور حمدوك مطالبين بعودته رئيسا لما تبقى من الفترة الانتقالية، باعتبار أنه كان الشخص الذي يحظى بإجماع منقطع النظير من قبل كل القوى السياسية وحتى المؤسسة العسكرية. أنا في تقديري هذه الصدمة، ربما هنالك أبعاد وتأثيرات وتفاعلات دولية ربما أرغمت وأجبرت الجانبين، وهنا أعني عبد الله حمدوك وكذلك المؤسسة العسكرية للتوصل لهذا الاتفاق، ربما باعتبار أن هنالك مصالح لقوى عظمى في المنطقة ربما تتضرر كثيرا إن استمر المكون العسكري في الانقلاب وتشكيل حكومة بعيدا عن عبد الله حمدوك، باعتبار أن المؤسسة العسكرية كانت غير متزنة وغير واضحة في طرحها، مرة تتحدث بأن الحوار أو التفاوض الذي يجري مع عبد الله حمدوك توصل إلى انسداد أو إلى مرحلة اللا عودة، وبالتالي يتحدثون أن هنالك شخصيات مرشحة لقيادة الحكومة أو ما شابه ذلك، وتارة بين أقل من 24 ساعة تفاجأ الكثيرين بأن المبادرة الوطنية التي كان لا أحد يتحدث عنها أو عن نجاعتها ودورها في تحقيق هذا الاختراق المهم أن تتوصل لهذا الاتفاق. هنالك قطاعات أيضا واسعة من الشعب السوداني تعتبر أن ما حدث هذا من عبد الله حمدوك بمثابة خيانة وبمثابة شرعنا لهذا الانقلاب، مهما اختلفنا واتفقنا حوله، باعتبار أن الآن هناك انقسام وسط القوى السياسية وسط الشارع السياسي، والكثير يتحدث بأن خطوات حمدوك بتوقيع هذا الاتفاق تأتي في إطار رغبته في حفظ الدم السوداني، رغبته في استكمال. ولكن البعض يعني يرى أن هذا الاتفاق هو انتصار للشارع السوداني المنتفض وتنازلا أو تنازل من البرهان، كيف تنظر إلى ذلك؟ أنا العكس على ذلك، أنا أنظر أن هذا الاتفاق هو انتصار للمؤسسة العسكرية. كيف؟ لأن المؤسسة العسكرية من اليوم الأول كانت تتحدث بأن علاقتها مع حمدوك هي كانت علاقة نموذجية، علاقة يحدوها ويسودها الاحترام وتبادل وجهات النظر، تتحدث بأن الخلاف الرئيسي يمثل أو يتمثل في العلاقة بين المؤسسة العسكرية وقوى الحرية والتغيير، وتحديدا متمثلة في قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بين مستويتين، مجموعة الأربعة هنا يقصد بها حزب الأمة والتجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني وكذلك حزب البعث العربي الاشتراكي. فالحديث الآن عن كل المطالب التي تتحدث عنها كانت قوى الحرية والتغيير، مجموعة الميثاق الوطني، القوى السياسية الغير مشاركة في الفترة الانتقالية كانت أيضا تتحدث عن نفس المطالب، تتحدث عن شبه سلطة مطلقة للمؤسسة العسكرية، باعتبار أن الآن المعالم غير واضحة. الإعلان السياسي هذا يستند بأن المرجعية ستكون الوثيقة الدستورية، الوثيقة الدستورية كما نعلم أن السيد قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان أوزرا تحدث عن تجميد بعض المواد المتعلقة بالشراكة، وإن اختلفنا بأن هذه الشراكة كانت شراكة هشة، شراكة قامت على أسس غير منطقية وعلى أسس غير موضوعية، متمثلة في عدم رغبة قوى الحرية والتغيير في تحقيق مطالب الشارع المتمثلة في إجراء إصلاحات جذرية وكذلك المطالب، هي يعني هي مطالب محورية. دكتور محمد، يعني هناك من يرى أن الضغوط الأمريكية التي أعادت حمدوك إلى رئاسة الوزراء لم تنظر إلى مطالب الشعب المنتفض ولم تنظر إلى كل هذه المطالب الجوهرية، ما تعليقك على ذلك؟ ومنذ اليوم الأول الكثير للأسف الشديد هذه من الجزئيات السيئة التي استغلها المكون العسكري، مزعلة الاستنصار بالأجنبي ومحاولة التسويق بأنه هو المنقذ، باعتبار أن المؤسسات الدولية لديها تواصلات مع بعض القيادات السياسية في الحكومة المعزولة،
هذه الجزئية جعلت المكون العسكري يسوق بأن هؤلاء عملاء، هؤلاء خونة يعملون مع الخارج، بالرغم من أننا في تقديري كل المؤسسات وكل الدول الإقليمية والدولية لديها مصالح في السودان، ربما تتقاطع هذه المصالح في تارات وفي أوقات كثيرة مع المؤسسة العسكرية، لا سيما معظم أجندة القوى الإقليمية والدولية متمثلة في ملفات مهمة جدا كملف الإرهاب وملف الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الوجود الروسي في المنطقة والوجود الصيني. كل هذه الملفات القوى الفعلية والحقيقية في يد المكون العسكري، فبالتالي المجتمع الدولي عندما يعني ينشئ اتفاقيات أو تعاون ثنائي بينه وبين المؤسسة العسكرية لا يتم ذلك في الهواء الطلق أو في جلسة مباحثات مفتوحة، وإنما يتم ذلك عبر أجهزة المخابرات والأمن. لذلك أنا في تقدير الموقف الأمريكي كان محرجا، لا يمكن لأمريكا أن تدعم ما يحدث في السودان علنا، وإنما كانت تتحدث بأن لا بد أن تعوض الأوضاع الدستورية، وهنا الأوضاع الدستورية دكتور محمد إن عاد في ظل تتقاطع مع إرادة الشعب السوداني. الشعب السوداني يتحدث عن لا 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 شراكة، لا تفاوض، لا مساومة، بالرغم من أن الإرادة الأمريكية والإرادة الغربية تتحدث عن عودة الأوضاع الدستورية إلى قبل 25 أكتوبر باعتبار أن ذلك يضمن لها مصالحها. الولايات طيب. المتحدة الأمريكية متخوفة تماما من إمكانية استعانة النظام الانقلابي الحالي أو المؤسسة العسكرية بروسيا، وإذا استطاعت روسيا أن تحصل على موطئ قدم في دولة جيو استراتيجية كالسودان، هذا يعني تهديد للمصالح الأمريكية في منطقة شرق أفريقيا وكذلك وسط أفريقيا ومنطقة البحيرات العظمى بشكل عام. كل هذه التقاطعات تجعل رغبة وإرادة وطموحات وتطلعات طيب المجتمع السوداني بعيدة كل البعد من دكتور محمد، الرؤية. أخيرا يعني في ظل هذه التداعيات، هل تتوقع موجة أو حدوث موجة جديدة على غرار أو على قواعد مختلفة عن القواعد التي أحدثت الموجات السابقة التي أطاحت بالبشير أو التي أعادت بحمدوك؟ هل تتوقع أن تكون هناك موجة جديدة أخرى؟ بلا شك اليوم بالرغم من أن كان الاتفاق في منتصف نهار هذا اليوم، لكن كل المواكب التي رفضت هذا الاتفاق بين حمدوك والبرهان خرجت، بل رفضت هذا الاتفاق واتهمت حمدوك بالخيانة. الآن الشارع أنا في تقديري حي، هنالك قوة كثيرة من الشارع السوداني هي موجودة، لكن نجاح هذا الشارع في اقتلاع هذا الواقع السياسي الجديد أو بشرعنة الانقلاب، أنا في تقديري لن يأخذ كثير من الوقت. إذا أخذنا في عين الاعتبار أن الشارع السوداني الآن يتحدث ويتبلور أفكاره باختيار قيادات سياسية جديدة، أن تصدر قوى سياسية للمشهد السوداني بعيدا عن قوى الحرية والتغيير التي تتحمل المسؤولية التاريخية بما آلت إليه الأوضاع الآن، لأنها أقصت عدد كبير جدا من الشرائح الثورية والشرائح الفاعلة التي عملت بشكل دؤوب في ثورة ديسمبر، كذلك عملت على إهمال العديد من الملفات التي بشكل أو بآخر ساهمت بشكل مباشر في توقل وسيطرة المؤسسة العسكرية على مقاليد الكثير من الأمور الاقتصادية والمسائل المرتبطة بإصلاح حتى المؤسسة العسكرية واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، سواء كان في المجلس التشريعي أو السلطة القضائية أو النيابية. فبالتالي أنا في تقدير الشارع الآن حي تماما، الشارع عازم على استكمال مسار الانتقال المدني الديمقراطي في وضعه السليم والصحيح المتمثل في تقليص نفوذ المؤسسة العسكرية والميليشيات كميليشيات الدعم السريع، ووضعه في إطار القانون المتمثل في حماية الأمن القومي السوداني بعيدا كل البعد عن التدخل في الشؤون السياسية. الآن نحن نتحدث عن أنه ما يحدث الآن هو ليس يعني بوضع عادي جدا يتمثل أنه المؤسسة العسكرية تسعى لاستكمال الانتقال المدني الديمقراطي، بل نتحدث عن أنه المؤسسة العسكرية السودانية تسعى بأن تكون هي وصية على القوى السياسية، وصية على الشأن السياسي السوداني. وبالتالي هذا النموذج الذي نشهده في كثير من البلدان إذا تم استنساخه في السودان ستكون كل القوى السياسية هي المتضررة، ستكون القوى السياسية عبارة عن أدوات وعبارة عن آليات تستخدمها المؤسسة العسكرية، كما لاحظنا في كثير من الدول في الماضي، كما في تركيا، في باكستان، كما يحدث الآن في مصر، في الجزائر، في غيرها من البلدان. وهذا الواقع واقع مقتل، ينبغي علينا مقاومته، ينبغي علينا أن نعمل سويا من أجل عودة الأوضاع إلى مسارها ونصابها الطبيعي. عبر سكايب من باريس الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني الدكتور محمد تورشين، شكرا جزيلا لك.